وهذه الجزيرة حقيقة تعرضت العديد من الاعتداءات البيئية سواء كان منذ أكثر من 30 أو 40 سنة عندما أقفلت البحيرة اللي كانت تسمى بالخراشة زي مصنع أبو كماشة والمصنع بيت الكموي وهو يعتبر كارثة بيئية حقيقة على المنطقة بالكامل. هناك طبعا مجهودات من بعض الجمعيات المجتمع المدني لإنقاذ هذه الجزيرة بإقامة حقيقة حملات تنظيف وحملات توعية في هذه الجزيرة، يعني مشكورين عليها.